ورجعنا لكم ولسه مكملين الحلقة الممتعة دي جدا مع سامية علوبة. عايزة أعرف الكلاسز اللي عند حضرتك إيه؟ يعني مش عارفة أقولها أنواع إيه؟ أوكي، أنهي أنواع؟ أنهي أنواع اللي موجودة في الجامعة عند حضرتك؟ طيب. يعني أنا شايفة إن الباليه والأيروبكس دول من أوائل الكلاسز اللي عند حضرتك. مظبوط، كان فعلا باليه واللي بتاع سن صغير، احنا كان اسمه كرييتيف مومنت اللي هي الحركات الابداعيه. الله، كرييتيف مومنت. بالظبط، كرييتيف مومنت. وده الصراحه في امريكا انا كنت واخده الكورس بتاعه، هو لكل الاعمار، بس في مصر هو نافع بس للاطفال. فده جزء احنا دلوقتي مسمينه وينجز تو فلاي، الاجنحه. بالظبط، اجنحه عشان الواحد يطير طبعا. فده الاساس. وبعدين من اول سن 5 بيبقى فيه اختيارات، يا اما جمباز ايقاعي، جمباز فني، او كلاسيكال باليه، او جاز، او هيب هوب. بيبقى هو يعني هما المختارين، ولا حضرتك لما ممكن يجي لك كيس زي دي تقول لهم انا شايفه انك تلعبي يا ريم ايروبكس، تخشي جمباز؟ لو سالوني بوجههم، لو سالوني بوجه، لكن لو ما سالونيش كتير قوي بيبقوا هم عايزين، بيبقوا هم مقررين هم عاوزين. بس لو سالوا حضرتك بتحطيهم؟ بوجههم على التراك المظبوط. بالظبط. طب انت عارفه دلوقتي العالم بيمر بايه؟ وطبعا معظم الناس او يعني كلنا يعني بناكل اكل كتير وهيستيري في مواعيد مختلفه، وفي ناس كتير قاعده في البيت. تعمل ايه؟ تقدر وما تقدرش تنزل تروح جيم دلوقتي؟ ما بتاخدش حاجه ادويه؟ مش قد للدايت؟ تعمل ايه على الاقل تحافظ ما تتخنش؟ طيب يتهيألي برضو تعمل لنفسها جدول انها هتتحرك. في ناس بيقدروا يمشوا، في ناس مثلا مش عارفه دلوقتي الحظر ازاي، بس لسه مسموح ان الواحد لوحده يمشي. في ناس بتقعد دلوقتي، كلنا الصراحه الجيمات عاملين على اليوتيوب حصص انه الناس تقدر تعمل معاها حصص حضرتك. بالظبط. يعني اشغل مثلا من حصه من الحصص دي، من الحصص اللي بتاخديها عندنا هتلاقيها على اليوتيوب. على اليوتيوب. بالظبط، فالواحد يشغلها ويقف يعمل قصتها. بس يا ريت الواحد يعمل جدول، يبقى عارف انا مثلا حد وتلات وخميس هعمل الحصه الفلانيه الساعه كذا. فحتى لو انا قاعده في البيت يبقى عارف الساعه كذا دلوقتي وقت ما هتمرن. فهبتدي انظم بقى جدولي. بعدين الاكل برضو اللي معروف طبعا، من الواحد قاعد كتير في البيت هيعوز ياكل عدد مرات اكتر عن ما لو مشغول، عن الطبيعي بتاعي. هقسم الوجبات بتاعتي على كذا مره، و يعني ما انساش بقى نفسي برضو. هفكر، انا دايما بقول كل يوم والواحد بياكل يفكر اللي انا بحطه في جسمي ده بيفيدني في ايه، عشان كل ما اجي احط حاجه اعرف انها بتضرني يبقى بلاش أبعد منها. عنها. بالظبط، أبعد بلاش عنها منها طبعاً. دلوقتي يعني يمكن بقى هاخد حاجه واحده في اليوم عارف انها مش هايله قوي بالنسبه للجسم، بس اوضب اخدها فرصه ابتكر شويه في الوجبات، ازود ايه، اتعلم وصفه جديده، ابص على النت او افتح كتاب الطبيخ واعمل حاجات جديده بما انه في وقت. صحيح. فطبعا الحركه مهمه جدا، وأفكر في الغذاء الصحي لأني برضو عايزة أرفع المناعة. في مشكلة يعني عند الستات والرجالة والأطفال، منطقة البطن، حتى لو ناس رفيعة أول حتة يتخنوا فيها مشكلة البطن. أرجوك يقوللنا على وصفات. حاضر. بصي ده حقيقي، البطن معناها أنه في دهون متحوشة. الدهون دي بتتحوش من كذا حاجه، نوع الاكل اللي باكله، فاحنا عارفين نشويات زياده عن اللزوم بتتحول لدهن، حاجات كامله الدسم بتحوش الدهن خصوصا لو مش بحرق، الاكل قبل ما اهضم بيزود الدهن، قله الحركه. وفي ناس بيتهيأ لها انه عشان احرق الدهن اللي هنا لازم اركز اعمل كلها تمارين لهنا، مع انه الطبيعي انه لو حركت جسمي كله هو هيبتدي يحرق، هيبتدي الدهن يمتص من اجزاء مختلفه من الجسم. عشان كده بنقول لو قاعدين في البيت لا، هنتحرك عشان نحرق. وبعدين هناخد بالنا ايه هي الدهون اللي بتتحوش بسرعه، الدهون المشبعه،
ناكلش لحمه حمراء كتير، ناكلش حاجات مقليه، ناكلش بطاطس كتير، رز كتير، اكل النشويات بس كوانتيتي قليل عشان اقدر احرقه. وخصوصا بقى لو عندي بطن، يعني لو تشوفي انا مع كل اللي حواليا بركز على حته البطن، لازم تروح لازم تروح. انا شفت يا جماعه قوي والله قاعده الحلقه دي صعبه قوي بالنسبه لي ولابسه ابيض، فشفت مش عايزه اقول لك تعبت. بس لا اتنفسي وريحي. طب انا ينفع يعني ابقى طماعه وحضرتك موجوده ووري السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا كم خطوة أو كم حركة مش عارفة طبعا. سهلين في البيت دلوقتي نقدر يعني نعلمهم كده؟ طبعا ممكن أقول لك، أنا هوري حركات بتتعمل، ممكن الواحد قاعد لأنه في ناس بتبقى صعب عليها تتحرك. بالظبط، في ناس كبار في السن كمان، وغير كبار في ناس أوقات ركابها فعلا ما بتساعدش، أو الحجم كبير فلو وقف كتير على ركبه، فهنعمل حركات بتحرق واحنا قاعدين. وبعدين حواري تمارين بتشمل عضلات كبيرة في الجسم بتساعد قوي على الحرق، وأنا بشوفها مهمة لكل الأعمار، اللي هي عضلة الفخذ الأمامية والخلفية، لأنه لو تلاحظي اللي ما بيتحركش لما بيكبر شوية في السن، لما يجي يقوم تلاقيه بيحمل على دراعاته. صحيح. عشان رجليه ضعيفة، ولما يجي يوطي أو بيبقى فيه صعوبة. فممكن أوريكم في البيت لو قاعدين. أرجوكي. أوكي. فدايما ما بحب أبتدي بالتنفس، أوكي؟ فهنعمل الأول شهيق وبعدين زفير. ثلاث مرات شهيق بالمناخير وزفير، كمان مرة شهيق، بنفتح الصدر ونملى الرئتين بالهواء وزفير، وبعدين هنمشي في المكان. هو هتلاقي انه مش سهل قوي المشي في المكان ده، صعب قوي بس بيعمل حركة. فاوقات بحب اطلع شوية على طرف الكرسي، ماقعدش على الكرسي قوي، وحرك الدراعات على فكرة صعبة. لا هنعمل الكتاف واحنا بنمشي فوق وتحت. برافو، كويس. بعدين هنعمل دايره لورا بالكتاف، وده بيريح كمان الظهر. بصوا مدام ساميه مستمتعه ازاي، والنبي هاتوا الكاميرا، هاتوا الكاميرا عليها على الرياكشنات بتاعتها، هي مستمتعه جدا. وبعدين هنعمل دايره لقدام. اوكي. دي صعبة على فكرة، مش لازقة اهو. وبعدين هنعمل بالدراعات عشان نسرع الحركة. اوكي. واوقات صعب فعلا الواحد ينسق الرجلين والدراعات. الرجلين مع الايدين. بالظبط. بس هتقولنا ايدينا برضو. بالظبط. وحركة بتحرق. وبعدين هنعمل لقدام، واحد اتنين تلاتة، بعدين هنرفع الرجل اليمين، واحد اتنين تلاتة، كمان واحد اثنين ثلاثة، وبعدين هنعمل دايرة لجوه واحنا بنمشي لجوه. اوكي. برافو. كمان فور ثري. دلوقتي هنرفع الركبة الشمال اند جو شمال. اوكي. واحد اثنين. برافو. ايوه كده. وعارفة ان التوافق العضلي كويس قوي عشان الالزايمر، بيحارب الالزايمر. والله. دلوقتي هنمشي تاني، وبعدين هنعمل رجل يمين ورجل شمال. ريدي. اوكي. وي جو. واحده يمين واحده شمال. برافو. يمين شمال، كمان يمين شمال، وبعدين برضو عشان نزود التوافق الدراع العكسي. اوكي. العكسي. العكسي. يس. ايوه كده. برافو. ارفعي كمان اثنين، واحد الثانيه، واحد. برافو. اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعة. واحدة واحدة بقى، عكس بعض. اوكي. تعبتي، معلش هكمل شوية عشان يقدروا يكملوا معانا. اوكي. وده شايفة بقى مفيد للقلب، نوع من الايروبكس جدا. اوكي. وبعدين مش سهل زي ما الواحد بيفاكر. لا مش سهلة خالص. انا بالظبط. بعدين عايزين نعمل مثلا للجزء ده. اوكي. فهنعمل احنا كأنه في حبل فوق وبنشده، بنعمل انقباض للعضلات، بنجيب الكوع لغايه الوسط، وبعدين بالمره بقى ونفتح الصدر، وتاني شهيق، هنشد حبل تقيل ونعمل انقباض لعضلات البط، وشهيق ونفتح الصدر.
بعدين هنعمل بنشد الحبل من هنا بنجيبه بالعكس عشان عضلات البطن الجانبية. برافو. كمان مرتين وكمان مرة. برافو. دلوقتي الناحية التانية هنعمل شهيق وزفير بنشد الحبل التقيل. زفتين أولي. وخدي بناخده للناحية العكسية وكمان مرة. وبعدين مفروض العمود الفقري يبقى كويس قوي ان يحصل شوية بسميها روتيشن دوران شوية. فيا اما كده الاول بصي عشان ناخد شدي شوية الكتاف لورا 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 برافو. بعدين لفوق بعدين هنروح لليمين. ممكن نمسك لو احنا قاعدين على كرسي نمسكه وبشويش قوي نشد طول ما فيش الام. فده كويس للعمود الفقري. هنعمل بقى هنا شهيق ونلف الناحيه الثانيه. نمسك الكرسي وبشويش. فكده في مرونه في العمود الفقري. دي التمارين دي هايله. وكل ده على الكرسي مش كده هايله. كمان مره. وبعدين هوريكي نعمل ايه لو عايزين نعمل شويه اطاله. في طريقتين. اسهل طريقه انا عايزه اعمل اطاله مثلا من هنا فبمسك الكرسي شهيق مع الزفير. انا ماسكه كويس عشان ما اقعش لقدام وقربي. اعملي بالدراع بقى العكسي. العكسي ده بقى صعب. ايوه كده. بعدين ده ايرابي ده ستريتشنج. ستريتشنج. او ماي جاد. اطاله كده. وبعدين الواحد يتنفس وبشويش يبعد بشويش بشويش مع النفس بالظبط. وبعدين نطلع الناحية التانية. ودايما طبعا لازم نعمل ناحيتين شهيق الأول خصوصا في الإطالة. مهم قوي النفس. وما نزقش نخلي الركبة مستريحة. وبعدين بشويش أبعد وأبعد. برافو. والإطالة لازم نقعد فيها على الأقل 30 ثانية مع النفس. وبعدين نطلع للظهر بقى كمان شهيق. كده هنروح بالصدر قدام فالظهر في تقويسه. أوكي. وبعدين نزق عكس وندور الظهر. فهنا بقى الشهيق وبعدين الزفير ندور. فكده يبقى برضو حركنا العمود الفقري كده وكده. ونفس الحاجة لعضلات البطن اللي في الوسط والجناب. وبعدين هنا لو عايزين نعمل حاجة بقى للفخذ واحنا قاعدين ممكن يبقى هتخيل ان انا بزق حيطة تقيلة جدا. بزقها تقيلة قوي. اوكي برافو. بعدين شهيق بطني زفير بزق 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 بزق. خليها بقى مرفوعة. واحد اتنين تلاتة اربعة وريح. الشمال شهيق زفير نزق الحيطة التقيلة. برافو. كمان شهيق ونزق أربع مرات. واحد برافو. واحد لفوق وتحت. فوق لتحت. اثنين ثلاثة أربعة. بصي بقى لو رفعتي من الكرسي وخليتيها كده اوريدي دلوقتي العضلات بتشتغل. حساهم؟ حساهم بس تعبانة قوي. حساهم بس تعبانة قوي. فده من تقوية دول. عشان نقوي دول واحنا قاعدين هو صعب شوية إلا لو استعملت أداة حاجة تدي مقاومة. فلو ممكن ده بقى لساعة هنقوم من على الكرسي. أوكي. ونمسك الكرسي ظهر الكرسي ونحط رجل لورا. نتخيل بقى إنه في حاجة هنا تقيلة. وعارفة في البيت ممكن أنا أحط كيس في علب علب تقيلة شوية وفي الكيس. ونعمل نشد الكعب ناحية المؤخرة ونزق. فيبقى ده العضلات دي هي اللي بتشتغل. العضلات دي بالظبط بالظبط بيحصل انقباض. وبعدين نزق. فده للفخذ من ورا. ثلاثة هعمل كمان واحدة بس. شهيق وزفير. ونغير التانية عشان يبقوا زي بعض.
بتبقى شهيق وزفير. اكشي ممكن هنا والرجل المفروض ده ناخد الشهيق، شهيق نتني بقى ناحيتنا خالص. برافو ربي، كمان 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 كمان، برافو. وتخيلي انك بتشدي حاجه تقيله وزقي، وكمان مرتين، واحد ونزق، وكمان مره اتنين، برافو، ونزق. التمرين بقى لو احنا واقفين، في ناس مش محتاجه الكرسي وفي ناس هتحتاجه، اللي بنسميه سكوات. وده اللي بقول اي حد في اي سن عايز يقعد، صح؟ اوكي. فلازم، واللي انا مش بوافق قوي عليه انه ناس كتير بتقول لو ركبك بتوجعك لا ما تعمليش ده، ما تعمليش وما تعمليش رياضه اصلا. بالظبط. فهو لا، هعمله بالتدريج، لان انا في حياتي اليوميه لازم اقعد، صح؟ فمش ممكن هبقى دايما مش قادره اقعد عشان ركبي وجعاني. صحيح. والمعروف انه لو قويت العضلات اللي فوق الركبه يبقى انا بحمي الركبه، فالتمارين دي بتقوي العضلات. فيا اما هعمل سكوات، هتخيل انه في كرسي بعيد وانا عايزه اقعد عليه، فما بحركش الحته دي خالص، دي ثابته عامله كده، ثابته وبحرك من هنا، فكاني هقعد بعيد. لو ركبي بتوجعني في الاول هبقى هنا واقف هنا، لو ركبي ما بتوجعنيش انزل اكتر شويه لغايه ما ممكن يبقى في 90 درجه، ممكن اقعد وبعدين ازق الارض، ازق ازق ازق، هتحسي بكل دول بيشتغلوا، واول ما اطلع اجمد العضلات دي، بعدين يبقى هنا شهيق زفير. فبعمل التمرين ده كذا مره على حسب انا بقالي قد ايه بتمرن. لو ناس ما بتتمرن اصلا ممكن أربعة، بعدين هنا حاسبة الثبات برضو الواحد بيحس كويس قوي، وهنعمل نبض، اتنين، تلاتة، أربعة، لو عمل تمانية يبقى هايل، ستة، سبعة، تمانية، وبعدين أزق الأرض. مهم قوي كمان أتصور إني بزق حاجة جامدة وبعدين أجمد لما أقف. ده بقى بيبقى واخد عضلات هنا وعضلات الفخذ الأمامية والخلفية، وكمان الحوض بيبقى فيه تلهين، فده تمرين هايل. فلو عملنا بس ده وجنبه مشي في المكان، لو احنا مش محتاجين نقعد على الكرسي بالظبط. والكتاف دي حاجه، كل التمارين اللي حضرتك عملتيها على الكرسي بس نعملها واحنا واقفين. بالظبط. مش محتاجين اجهزه، ومش محتاجين دلوقتي نروح الجيم عشان الفتره والحظر واللي بيحصل في العالم، فنقدر نعمل الارشادات اللي حضرتك قلت لنا عليها. بالظبط. ناقص حاجه واحده ما عملناهاش، لو تجربيها معايا هتحسي انه برضو كانها تمطيع. ارجوك. يبقى هنبقى هنا شهيق واحنا مجمدين هنا. هعمل نفس انا المرايه بتاعتك، يبقى شهيق زفير، هروح من وسطي ودي فوق راسي، وكانه حد بيشدك من دراعك، برافو. بعدين تاني شهيق عند الوسط وزفير من فوق الراس، وبروح من الوسط، برافو. كمان مره شهيق وزفير، وخليكي بقى فعلا هنا، واحسي كانه حد بيشد دراعك اليمين، بيشد وانت بتزقي نفسك في الكرسي. حسيتي انه في طبعا كده؟ حسيت هنا وهنا وكل حاجه. اوكي. انا سعيده جدا جدا بحضرتك، واصلا انا بحبك جدا، وبشكرك على الطاقه الايجابيه اللي بقت في كل الاستوديو، وبشكرك جدا جدا على الارشادات اللي حضرتك قلت لنا عليها، وان شاء الله تبقي معانا في حلقات اكتر واكتر. نورتينا. متشكره قوي. وشرفتينا. متشكره خالص، انا اللي متشرفه. ميرسي جدا. تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم على طول، اتفضلوا.